بعض الدول تغير مقرات عواصمها أحيانا لتنقل قرارها السياسي إلى أكثر مناطقها شهرة أو لأسباب اقتصادية وجغرافية أو حتى بسبب الزحام المروري، غير أن إندونيسيا الواقعة جنوب شرقي آسيا مجبرة على فعل ذلك بسبب غرق العاصمة الحالية جاكرتا تدريجيا. جاكرتا الصاخبة مشكلاتها كثيرة، الاكتظاظ أولها، حيث يعيش نحو 10 ملايين شخص في مساحة لا تتجاوز 660 كيلومترا مربعا، يعيش ضعفهم أي 20 مليون آخرين بالمنطقة المحيطة بالعاصمة. حاجة سكان جاكرتا للمياه النظيفة تدخل ضمن المشاكل الأكبر، فقيامهم بحفر آلاف الأبار غير القانونية جعل الأراضي أقل استقرارا، كما أن بحر جاوا المحيط بالعاصمة بدأ يرتفع تدريجيا بسبب ذوبان الجليد القطبي العائد للتغيرات المناخية. إذن عوامل اجتمعت على مدينة يقع 40% منها تحت مستوى سطح البحر، باتت تغرق بما يعادل نحو قدم واحد كل عام. إذن مهمة الإنقاذ المستحيلة أوجدت خططا لتخفيف الضغط عن عاصمة البلاد، تتمثل ببناء عاصمة أخرى. هذه العاصمة تسمى نوسان تارا، العاصمة التي تبنى حاليا على أراض كانت خالية بالكامل في مورينيو، تقع على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة الحالية. الرئيس الإندونيسي وعد بأن افتتاح العاصمة الجديدة سيتم العام المقبل، وأنها ستكون نموذجا للتحديث البيئي ومحايدة كربونيا خلال عقود قليلة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.